والفوز برضا الله والجنة من الله لتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال واحد ابتغاء الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. اثنين تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى. ثلاثة قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله بقدر قدرة الله آمنا بك يا الله خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عند القيام بأيام من الأمور كما يحب الله ويرضى. أربعة العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. خمسة الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. والحمد لله رب العالمين. فيكون العطاء من الله لنا أن نكون مبروكا في جنة الخلد إلى الأبد. والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة. والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة والفصل من الله لنا في النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله فإن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الكفر وأيضا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة العدل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الإحسان المسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة معرفة تدوين القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة معرفة علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة معرفة تفسير القرآن ومعرفة تاريخ الإسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. اللهم آمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما أنزلنا على قومه من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن قالوا يا ويلنا من بعثنا من
واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأدعوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا. ولهم عذاب واصب. إلا من خاطف الخاطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. إنا خلقناهم العجبت ويسخرون. وإذا ذكروا لا يذكرون. وإذا رأوا آية يستسخرون.
قبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة السقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يقرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون
وجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدرون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون. إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإنه قل من المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. وإن إنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا
فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء غاد ما سمعنا بهذا في الملة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي
والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشقق واهدنا إلى سواء. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشقق واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي
ذلك لحق تخافوا أهل النار. قل إنما أنا منذر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير. قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر وكان قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فخرج منها فإن وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول. لأملأن جهنم منك وممن تبعك. قال فالحق والحق أقول. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا.
الحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تصرفون ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون لا إله إلا هو فأنى تصرفون ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن
عرشه مخاطبا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستوطنوا مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام ومصر والمغرب. Thank you.
تحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي، بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله. والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين، من خلال واحد ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، اثنين تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى، ثلاثة قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إله إلا الله، بقدر قدرة الله آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله، من أنفسنا يا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند القيام بأي أمر من الأمور. أربعة العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. خمسة الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور.